بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الصائمين، فهذا هو المجلس 66 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس 18 من شهر رمضان المبارك سنة 45 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، متتابعين في مجلسنا ما وقف الحديث عنده، مستكثرين ليلة جمعتنا المقبلة هذه من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عسى أن نفوز بتلك الأجور المضاعفة من الحسنات وصلاة رب البريات علينا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، الله شرفه بأعلى رتبة وحباه فضلا من لدنه عظيما، صلى عليه الله ما غيث هما، يكسو البسيطة نظرة ونعيما، صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل ما ساق فيه المصنف رحمه الله هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع من السجود والجلوس للتشهد، ووقفنا عند صيغة التشهد المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم يجئ ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. نعم، هذا ما يتعلق بصيغة التشهد أيها المصلون. وقد أورد فيه رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه بصيغة التشهد، ثم عقب عليه بذكر رواية النساء من حديث أبي الزبير عن جابر وقد سمعتموها، ثم ذكر نقد هذه الرواية الثانية، وهو أنه لم يجئ ذكر التسمية في أول التشهد إلا في هذه الرواية، وكذا الاستعاذة من النار وسؤال الجنة في آخره. قال: وللحديث علة غير عنعنة أبي الزبير، فهو معلول إسنادا ومتنا. أما إسنادا فعنعنة أبي الزبير، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله أن الصواب في الحديث والثابت هو رواية أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا من روايته عن جابر رضي الله عنه. فالحديث معلول سندا ومتنا. والحديث عن التشهد يتضمن أمرين أيها المباركون: أولهما صيغ التشهد وألفاظه، وثانيهما معاني ألفاظه الواردة في الحديث. أما الصيغ فقد سمعتم الرواية الأولى، وهي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد،
كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وتقدم ليلة الجمعة الماضية أن تصدير ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الوصف يشعر فيك الانتباه والاهتمام كما شعر به هو رضي الله عنه. أما تأملت كيف لو كنت جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه يلقنك التشهد كما يلقنك السورة من القرآن، ومن شدة الحفاوة والقرب جعل كفه بين كفيه، أمسكها ليكون فيه حميمية التعلم والإفادة والقرب من ابن مسعود رضي الله عنه مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أيضا يدل على أن ألفاظ التشهد كسائر الأذكار تعبدية، ينبغي أن يؤتى بها بألفاظها، لا يعبر فيها من المعاني بشيء، يحفظ فيها المسلم اللفظة كما يحفظ الآية والسورة من القرآن الكريم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أصح روايات صيغ التشهد، وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، وصيغتها كما سمعتم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: كان يعلم أصحابه هذه الصيغة. ولذلك فمن وراء رواية ابن مسعود رضي الله عنه ها هنا خمس روايات أخر عن خمسة من الصحابة سواه رضي الله عن الجميع. الثانية منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات، هكذا من غير واو: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وباقي صيغة التشهد كحديث ابن مسعود رضي الله عنه. فقوله التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات هو كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى تقديره: التحيات والمباركات والصلوات والطيبات، يعني بالعطف بالواو. قال: ولكن حذفت الواو اختصارا، وهو جائز ومعروف في اللغة، فهو على تقدير وجود الواو لكنها محذوفة في لفظ الرواية. الصيغة الثالثة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صيغته كصيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه زاد في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله، زاد: وحده لا شريك له، وباقي ألفاظه كلفظ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. الصيغة الرابعة أو الرواية الرابعة رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولفظه: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، ثم باقي الحديث كتشهد ابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن مسعود رضي الله قال أبو موسى رضي الله عنه: سبع كلمات هن تحية الصلاة، كما أخرج الإمام مسلم. أين السبع؟ قال: سبع كلمات هن تحية الصلاة. في روايته: التحيات، الطيبات، الصلوات لله، هذه ثلاثة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الرابعة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه الخامسة، ثم الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. الصيغة الخامسة حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقد كان يعلم الناس التشهد على المنبر رضي الله عنه تعليما وإشاعة ورغبة في أن يحفظ الناس ما حفظه رضي الله عنه. ولفظ حديث عمر: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وباقي لفظه كحديث ابن مسعود رضي الله عنه. فزاد في حديث عمر في غير ما ورد من باقي الروايات الزاكيات، قال: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله. وحديثه صحيح، أخرجه الإمام مالك والبيهقي وغيرهما. الحديث السادس حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولفظه كما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي أيضا: التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله،
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر الحديث. فهذه الألفاظ كما سمعتم يا كرام متقاربة، والاختلاف فيها يسير، إما في إضافة كلمة أو حذفها، أو إثبات الواو أو حذفها، لكن المعنى فيها واحد. لكن لما ترى الصحابة بتعددهم يحفظونه يروونه، بل كما في حديث ابن مسعود علمني، يقولها كذلك ابن عباس علمني، ويقولها أبو موسى، وتقولها عائشة رضي الله عنها. تدري ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم ألفاظ التشهد هذا لأصحابه، إذا لقي أحدهم علمه، أقعده، لقنه. إذن هذا يحفظ حفظا يا كرام، ليس هذا فقط، بل نلقنه لأولادنا، لطلابنا، والناس من حولنا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا يحفظ تلقينا ويؤخذ مشافهة، لننقل تلك الرواية كما نقلها الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بمعاني هذه الألفاظ يا كرام فهي جليلة عظيمة، ولو استحضر المسلم معناها لأدرك أنه في ركن من أركان الصلاة يؤدي شيئا عظيما، يعلن تحيته لملك الملوك ورب الأرباب، إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، بين يدي تحية وسلام يبعث به إلى نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل صلاة، في كل جلسة، في صلاته يبعث سلامه وفاء لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، واعترافا برسالته وانتسابا لأمته. ثم هو لا يقف عند ذلك، حيا ذا الجلال والإكرام ملك الملوك ذي الجبروت والعظمة والكبرياء، وسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يبعث سلامه إلى عباد الله إنسا وجنا وملكا. هذا المقام عظيم يا كرام، والركن هذا في الصلاة جليل والله. ومن حفظ الحديث حري به أن يفهم ألفاظه وأن يدرك معاني عباراته الواردة فيه، فإنها عظيمة. كان الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين في أول الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. لأن السلام أنت تدعو بالسلامة، فإذا لقيت أخاك وقلت السلام عليكم أنت تدعو له بالسلامة من الآفات، بالسلامة من الشرور، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولهذا كان سبحانه وتعالى هو المدعو بالسلام، أنت السلام ومنك السلام، فأنت تسأل السلام من الله وتلقي السلام من الله على عباده وخلقه أجمعين. فلذلك هذه التحية تعظيم لرب الأرباب جل وعلا. ثم انظر كيف ابتدأت الصلاة تكبيرا له، والتكبير تعظيم. ثم ابتدأت في أول أركان الصلاة قائما بقراءة الفاتحة وشيء من كلامه، وهذا من تعظيم ذكرك لله أن تقرأ فيه بكلام الله. ثم ركعت تعظيما لله، وحنيت صلبك لربك جل جلاله، وفي صلب ركوعك أنت تسبح الله وتنزهه، وذاك حقيقة التعظيم. فما أن رفعت حمدت الله حتى عدت ساجدا بجبهتك على الأرض إذلالا لذاتك وتعظيما لربك، خضوعا وانكسارا وافتقارا. وهذه كلها مظاهر تعظيم عظيمة لربنا العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ثم رفعت رأسك وجلست للتشهد، فأنت في مسار ذلك التعظيم وامتداده تعلن تحيتك لله جل وعلا، تقول: التحيات لله، على سبيل الاختصاص والاستحقاق. فلا يستحق التحيات على الله، لا يستحق التحيات على الإطلاق إلا رب العزة والجلال الذي يستحقها بكل أفرادها، لكن بقية خلق الله لا يحيون بإطلاق، إنما يحيى كل منهم باسمه ووصفه ورسمه المناسب له. فأنت إذا حييت
ملكاً أو رئيساً أو عظيماً، فإنما تعبر بألفاظ تظهر فيها تعظيمك في عبارة تحيتك التي تلقيها. وقد كانوا يقولون في تحياتهم للملوك أبيت اللعن، وبعضهم يقول أنعم صباحاً، أو يقول أطال الله بقاءك، فيلقي التحية مصحوبة بما يشعر بالتعظيم والإجلال. فقيل لنا أيها المسلمون إذا جئنا لتحية ربنا قولوا التحيات لله، لأن معناها البقاء لله والحياة المطلقة والدائمة لله التي لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت والإنس والجن يموتون. هذا معنى قولك التحيات لله. أما قولك الصلوات، فإما أن يراد بها الصلوات الخمس، فأنت تقول الصلوات صلواتنا لا نؤديها إلا لله ولا نتقرب بها إلا إلى الله، أو يراد بالصلوات كل العبادات التي يتقرب بها والأدعية، فإنها من أنواع العبادة كالخوف والرجاء والذكر والتوكل، فهو سبحانه المستحق لها ولا تليق بأحد سواه جل وعلا، هو اعتراف بالعبودية. أما قولنا في التحيات والتشهد الطيبات لله، والطيبات أيضا لها معنيان، الأول أن تكون من الطيبات المتعلقة بالله جل وعلا، فعندئذ معنى قولك الطيبات لله يعني الله عز وجل له من الأقوال والأفعال طيبها فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، فالله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا قلت الطيبات لله فأنت تقول لا يصعد إلى الله ولا يرفع إلى الله جل وعلا من القول والعمل والعبادة والذكر إلا طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والمعنى الثاني في الطيبات ما يتعلق بأفعال العباد من أقوالهم وأفعالهم، فالطيب منها كما تقدم في الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله من عباده إلا الطيب من أفعالهم، وما لم يكن طيبا فإنه خبيث لا يصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم تقول بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلاما كسلامك على سائر إخوانك من المسلمين ممن تلقاهم فتلقي عليهم السلام، والسلام اسم الله جل وعلا، هو الملك القدوس السلام، وأنت السلام ومنك السلام كما في الحديث فإن الله هو السلام، فيكون معنى سلامك على أي عبد من عباد الله لما تقول السلام عليه أن الله عز وجل يلقي سلاما وحفظا وأمانا عليه. ولذلك فأمة الإسلام أمة سلام، أفشوا السلام بينكم لتكون شعار المسلمين في تلاقيهم وتعارفهم وتآخيهم ومجالستهم السلام عليك السلام عليكم، فأنت تسأل الله السلام أن يلقي من السلام والأمن والطمأنينة والحفظ والعناية، فكأنك تقول السلام عليك، والسلام هو الله، فكأنك تقول الله عليك أيها النبي، يعني الله رقيب حفيظ ذو عناية ذو رعاية وسلام لمن تلقي عليه السلام. وقيل السلام هنا بمعنى التسليم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أننا ندعو للنبي بالسلامة من كل آفة، وهذا أيضا كما كان في حياته فهو بعد مماته تدعو له الأمة بالسلامة من أهوال يوم القيامة، وتدعو الأمة لسنته بالبقاء والحفظ والانتشار، وتدعو الأمة بالسلامة لشريعته أن تنالها أيدي العابثين وعدوان المعتدين وكيد الكائدين، كل هذا تقوله في سلامك. وصح في الحديث ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت من الشرف لك أن تلقي في كل صلاة من صلواتك إذا جلست للتشهد أن تبعث بسلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ سلامك ملك كريم من ملائكة الله الكرام عليهم السلام، فينقل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما صح في الحديث أيضا إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، فحيثما سلم عبد على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في شرق الأرض وغربها، من قريب أو من بعيد، عنده أمام حجرته يلقي السلام بأدب في زيارته، أو من بعيد في أقاصي الدنيا شرقا وغربا، فإن الملائكة تحمل سلامك وتنقله إلى رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الرحمة التي ينشدها العباد بها تزول المخاوف وتحل الطيبات والحياة السعيدة، وأنت بعدها تسأل الله البركة وبركاته، والبركة الخير الكثير الثابت ندعو به لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل صلاة. ثم إذا انتهيت من سلامك على نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، تسلم عليك على نفسك وعلى سائر العباد الصالحين، تقول السلام علينا. من يقصد، من تقصد في قولك في الصلاة السلام علينا؟ من؟ أنت وحدك ما تقول السلام علي، تقول السلام علينا. من نحن؟ جماعة مسجدك، الإمام ومن خلفه؟ السلام علينا، أي على الحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة. وقيل المراد السلام على جميع الأمة المحمدية، السلام علينا يا أمة الإسلام. عظيم والله يا إخوة هذا الدعاء، كما هي عظيمة هذه الصلاة، كما هو عظيم ديننا الكريم الذي أكرمنا الله تعالى به. في كل صلاة أنت تسلم على كل فرد في أمة الإسلام، عرفته أو ما عرفته، بل أنت تسلم على سائر العباد الصالحين الأحياء منهم والميتين، بل أنت تسلم على سائر العباد الصالحين من الإنس والجن والملائكة، فهذا كله داخل في قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحون دخلوا في قولك السلام علينا، فإنه أمة الإسلام جميعا، لكن هذا من تخصيص الصالحين بسلام لهم دون غيرهم، فهم أهل لذلك. الصلاح وصف خير وبركة يعود على صاحبه بذكر ودعاء طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أخرجه الشيخان، على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، لأنك قلت على عباد الله الصالحين. وما أجمل وصف العبد أن يكون عبدا صالحا لله جل وعلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم، لأنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والمقصود بعد هذا كله أن يعلن التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أعلن انفراد وتوحد الله جل وعلا بالعبادة لا شريك له، ويشهد أيضاً معلناً مذعناً صادقاً معترفاً بقلبه ناطقاً بلسانه بذلك، مع الشهادة لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفاً جامعاً بين وصف العبودية ووصف الرسالة الذي أكرمه الله تعالى به. فما أجمله من دعاء أيها المصلون، وما أحراه من تأمل في ألفاظه، ومن عيش للقلب مواطأة مع اللسان بما ننطق به في كل صلاة. فإذا ما علمناه صغارنا وأولادنا والناس من حولنا، يصحب ذلك شيء من معانيه كان أجدر وأحرى وأولى بنا أن نظفر بما في طيات هذا الدعاء المبارك من معاني العظمة التي أكرمنا الله تعالى بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، حتى كأنه على الرضف وهو الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد. أي تشهد؟ الأول الذي يبتدئ بالتحيات، الأول في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية، يقف عند قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لم يحفظ عنه أنه كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. يعني كل حديث جاء فيه الأمر ببعض الأدعية في التشهد كمثل الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، جاء بلفظ: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل. فمن جعل هذا الحديث أيضا يقال في التشهد الأول، قال الحديث قال إذا تشهد وهذا تشهد فلنقرأ فيه هذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما ذكر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن تقال في الصلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد، آخر الحديث. فهذا أيضا قال عمومات إذا تشهد، إذا جلس أحدكم في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: والصواب أن هذه العمومات والإطلاقات مخصوصة ومقيدة بأن تكون في التشهد الأخير. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني التشهد الأخير وليس الأول. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موضعها في التشهد الأخير، وإن قال بعض الفقهاء بذكرها أيضا في التشهد الأول، وهذا إذا كان في جلوس المأموم خلف إمامه متسع من الوقت، بأن طال جلوس الإمام فيقرأ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا. ما معنى التخفيف؟ عدم الإطالة في جلوس التشهد الأول. قال: حتى كأنه على الرضف، وهو الحجارة المحماة، لو أن حجرا كان تحت الشمس حتى حميا، أو كان تحته إيقاد نار كجمر أو حطب، فوضع الحجر فوقه فإنه من شدة حرارته يمكن أن يطبخ أو يشوى عليه اللحم لشدة حرارته. فلو تخيلت أنك جلست على حجارة ذات حرارة لن يقر لك جلوس، وسرعان ما تقوم. قال: كان يخفف هذا التشهد حتى كأنه على الرضف، يعني جلوس للتشهد مختصر جدا. أما هذا الحديث في إثبات خفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول حتى كأنه على الرضف، فقد أخرجه مرفوعا أبو داود والترمذي والنسائي والطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد حتى كأنه على الرضف. لكن الرواية المرفوعة منقطعة ولا يصح لها إسناد، وثبتت بسند صحيح موقوفا عن أبي بكر رضي الله عنه: كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، صححه الحافظ ابن حجر. فيكون دليلا يصلح للاستشهاد، محمولا على أن مثل أبي بكر رضي الله عنه لا يروى عنه ذلك ويصح عنه ويحفظ عنه إلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الأمة وأكثرها تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فحيث وجدنا وصفا صحيحا عن أحد أصحابه ممن عرف بشدة قربه واختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم كشأن الصلاة وصفتها وهيئتها، كان محمولا على التأسي والاتباع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم. كان ينهض، أي نهوض هذا؟ إلى الركعة الثالثة، القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. كان ينهض مكبرا فيقوم الله أكبر صاعدا إلى القيام، معتمدا في هذا القيام كما تقدم يا كرام في النهوض من الركعة الأولى بعد جلسة الاستراحة، أيقوم معتمدا على ركبتيه ويداه على فخذيه، أم يجعل يديه على الأرض معتمدا عليهما في القيام والنهوض إلى أعلى، وهو كما تقدم صفة العجن كالذي يعجن فيتكئ على يديه وينهض، صفتان
تقدمتا آنفا. قال رحمه الله: وقد رجح هنا ما رجحه هناك، قال: على صدور قدميه وعلى ركبتيه، معتمدا على فخذيه. وتقدم هناك أنه أيضا صح صفة العجن كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجن إذا قام إلى الركعة الثانية، والمراد به الصفتان المتقدمتان آنفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، وأكثر رواته لا يذكرونها. طيب، المقصود الآن أنت جالس في التشهد وفرغت منه التشهد الأول، وجئت قائما إلى الركعة الثالثة، فقلت الله أكبر وقمت، هل ترفع يديك مع هذا التكبير؟ تقدم يا كرام أن المتفق عليه من رفع اليدين مع التكبير ثلاثة مواضع، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، ثم تكبيرة الركوع، ثم الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. هذه الثلاثة اجتمعت في سياق واحد في حديث واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، فإذا هو ساجدا الله أكبر ما يرفع يديه. هذه الثلاثة المواضع صحيحة وثابتة ومخرجة في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما الموضع الرابع فهو الذي أشار إليه المصنف هنا، وقد وردت في غير ذلك الحديث من الطريق المتفق عليه في الصحيحين أيضا عن ابن عمر: هل يرفع يديه عند النهوض إلى الركعة الثالثة؟ قال المصنف: وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها، وهي كذلك ليست في صحيح مسلم، بل هي موجودة عند البخاري رحم الله الجميع. ولفظه عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال: رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فموضع الشاهد: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا الموضع الرابع انفرد بإخراجه البخاري في بعض طرق حديث ابن عمر، ولم يخرج متفقا عليه كما في المواضع الثلاثة الأولى. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، فدل على ثبوت ذلك وسنيته. وأبو داود رحمه الله أيضا بوب على الحديث في السنن بقوله: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. يعني من قال ذلك فدليله أثر ابن عمر أو حديثه المرفوع الذي ذكره، لكن أبا داود أعل الحديث في بعض ما يتعلق بطريقه الذي أخرجه منه. قال المصنف هنا: وأكثر رواتي، يعني حديث ابن عمر، لا يذكرونها، يعني لا يذكرون هذا الموضع الرابع. السؤال: هل هذا يثبت السنية ومشروعية الرفع؟ الجواب: نعم، لأنه ثبت من طريق صحيح، وقد ترجم الآئمة كما سمعتم كالبخاري وأبي داود، وصحح ذلك البخاري أيضا في جزء رفع اليدين في الصلاة. ومع ذلك فثمة شاهد آخر للمسألة في رفع اليدين عند النهوض إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم. قال: وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه،
ويقيم كل عظم في موضعه ثم يقرأ. يعني هذه تكبيرة الإحرام والقراءة في القيام. نعم. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا الموضع الثاني. نعم. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا، لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه. موضع الثالث، وهذه الثلاثة التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين. قال ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد ثم يكبر. فتخ يفتخ يعني يلين أصابعه حتى تنثني، وأنت في السجود إذا سجدت ثم أردت أن تجلس وتقعد تثني أصابع رجلك اليمنى ملينة حتى تكون مستقبلا بها القبلة. نعم. ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد. قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة. هذا موضع الشاهد في حديث أبي حميد رضي الله عنه، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، قال كما صنع عند افتتاح الصلاة، يعني كما في تكبيرة الإحرام، فإنها أيضا موضع رفع لليدين. والمقصود أن هذا الموضع الرابع يا كرام الذي هو عند النهوض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ثبت فيه رفع اليدين مع التكبير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بعض طرقه التي أخرج البخاري وأخرجها أبو داود أيضا، وثبتت أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وحديثه مخرج في السنن أبي داود والترمذي وإسناده صحيح. ومن أجل ذلك فرفع اليدين في هذا الموضع الرابع هو ترجيح بعض الآئمة كالبخاري، ووجه للشافعية، ورواية عن أحمد رحم الله تعالى الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم إذا قام، قال ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. هذا سياق أبي حاتم في صحيحه، وهو في صحيح مسلم أيضا، وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضا. حديث أبي حميد أو روايته الموجودة في الصحيح ليس فيها موضع الشاهد الذي أراده رحمه الله، وحديث أبي حميد معدود من الأحاديث المهمة التي يتداولها الفقهاء، لأنه ذكر وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، ليس هذا فقط، بل قاله في محضر من الصحابة لما قال لهم أنا أعلمكم بصفة رسول الله، بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا حدثنا، فقام يصفها كما سمعت وصفا دقيقا، تكبير وقراءة وركوع ورفع، ثم لما انتهى صدقوه وأقروه بصحة وصفه ودقة ما نقل من هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه مخرج في الصحيحين وعامة دواوين السنن مع اختلاف الألفاظ باختلاف بعض الطرق، فما اجتمع في روايته من الأسانيد الصحيحة فهو قدر متفق ثابت، وما اختلف فيه كمثل رفع اليدين بعد القيام من الركعتين ثابتة في بعض السنن وبعض الروايات وليس في كلها. إذن هذا النهوض يا كرام إلى الركعة الثالثة. نعم. قال ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا، وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين. الآن قمنا إلى الركعة الثالثة في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، إذا قرأت الفاتحة، والفاتحة
لا بد منها في كل ركعة بلا خلاف. السؤال الآن، هل نقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو نكتفي بالفاتحة؟ قال رحمه الله: كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا. هذا الذي اختاره المصنف ورجحه رحمه الله. قال: وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره، يعني غير الشافعي أيضا، إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. إذن هما قولان للفقهاء: هل يقرأ شيئا بعد الفاتحة ولو قصيرا، ولو سورة قصيرة أو آية، أو يكتفي بالفاتحة؟ قال: واحتج لهذا القول، يعني قراءة سورة، بحديث أبي سعيد. نعم. قال: واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح أنه قال: حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. يقول: حزرنا، يعني قدرنا قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر في الركعتين الأوليين بقدر قراءة سورة السجدة موزعة على الركعتين. قال: وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك. نصف إيش؟ نصف مقدار سورة السجدة، يعني كان يقرأ شيئا. فهذا حديث أبي سعيد يدل بظاهره على أن ثمة قراءة في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة. نعم. قال: وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. هذا في تقدير مقدار القراءة، أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر تخفيفا، فتكون الركعتان الأوليان في العصر بقدر الركعتين الأخيرتين في الظهر، والركعتان الأخيرتان في العصر على نصف الركعتين الأوليين منها. نعم. وحديث أبي قتادة. قال: وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، والحديثان غير صريحين في محل النزاع. ها هنا شرع المصنف رحمه الله في الموازنة بين هذين القولين: أيقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سورة مع الفاتحة، أو يكتفي بالفاتحة؟ سمعت رواية حديث أبي سعيد رضي الله عنه وظاهرها يدل على وجود قراءة بعد الفاتحة، وسمعت حديث أبي قتادة رضي الله عنه بقوله: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وأيضا ظاهرها الاقتصار على الفاتحة. لا حديث أبي سعيد ولا حديث أبي قتادة رضي الله عن الجميع ليس أحدهما صريحا في محل النزاع، يعني بإثبات قراءة سورة أو بالقطع بعدم قراءة سورة. ومن هنا كان هذا التفاوت الذي نشأ عنه القولان عند الآئمة الفقهاء رحمهم الله. ومن هنا سيشرع المصنف في الموازنة بين هذين القولين وذكر ما المقصود وكيف تحمل الرواية وكيف تفهم، وطال نفسه رحمه الله في هذا الموضع بما يستحق أن نرجئه في مجلس آخر إن شاء الله، لما فيه من فوائد واستطرادات مهمة ودقائق من المسائل التي فيها نظر أئمة الإسلام وفقههم العظيم رحمة الله عليهم في التعامل مع أدلة الشريعة تحريا للسنة وبحثا عنها رغبة في الاقتداء بها وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقبلون مع غروب شمسكم أيها الصائمون على ليلة كريمة مباركة هي ليلة الجمعة، وحظها عند أهل الصلاح والتقى والفلاح المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستكثار من صلاتهم على حبيب قلوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثلون أمره: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فلا والله ما يبقى محب في الأمة الليلة إلا وهو مستجيب لنداء حبيبه عليه الصلاة والسلام: أكثروا
من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فاجعلوا نصيبكم من الخير لأنفسكم وحظكم من صلاة ربكم عليكم بعشرة أضعاف ما يصلي أحدكم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلته هذه ويوم جمعته غدا، وإنا لنرجو الله منه شفاعة ومن حوضه الصافي عسانا نورد، عليه صلاة الله ما نسنس الصبا وما قام قمري بدوح يغرد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبا للسنة واتباعا لها واقتداء بصاحبها صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا غدا في زمرته وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.